إضاءات فقهية لسماحة العلامة السيد هاشم السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ومحمد. تقبل الله أعمالكم وأحسن الله عزاءكم في ذكرى سعادة مولانا الإمام الحسن المجتبى، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. كلامنا في بيان أحكام زكاة التمور، وحلقتنا الليلة هي الحلقة الثالثة. كما قلنا أننا سنتحدث عن الزكاة في عدة حلقات. الحلقة الثالثة في جواب على من تجب زكاة التمور، من الذي يجب عليه أن يخرج زكاة التمور؟ الجواب: يجب على من ملك نصاب التمر ملكا شخصيا متمكنا من التصرف فيه. إذن يجب على من ملك الملك نوعان: ملك شخصي وملك نوعي. الملك الشخصي مثل هذه الأملاك المتعارفة عليه، أنت تملك تمر، تملك سيارة، تملك بيت، هاي ترجع لك أنت كشخص. وأكو عندنا ملك نوعي: ملك الفقراء، ملك المساكين، ملك الإمام الحسين، ملك المساجد، هاي يسمونها أملاك نوعية. فمن تجب عليه الزكاة؟ إذا ملكت ملكا شخصيا لك. أما إذا لا، أنت عندك مزرعة وقف، هذه الوقف للإمام الحسين عليه السلام، أو وقف على الفقراء، أو وقف على المسجد، هنا بعد ما يجب الزكاة في هذا الوقف. لهذا الأوقاف ما يجب إخراج الزكاة منها لأنها مو ملك شخصي. واضح؟ نعم، إذا كانت ملك للذرية الخاصة، ذرية آل فلان، نعم هنا في هذه الحالة إذا كانت ملكا وقفا خاصا وبلغ النصاب للشخص أعطي، نعم إذن أن يكون ملكا شخصيا. طبعا الملك بأي سبب كان، سواء انتقل إليك عن طريق التجارة، البيع، الشراء، انتقل عن طريق الإرث، الإرث أنت ما كنت ولكن عندك شخص توفي وورثت منه التمر مثلا أو المزرعة، أو شخص وهبك إياه، بل لو ملكته بالقرض، أنت رحت اقترضت من إنسان تمر، اقترضت منه تمر، قلت له لو سمحت تعطيني 5 أمنان تمر قرض وأنا برجعهم لك، خلاص هنا أيضا يجب. هذه من فوارق الزكاة عن الخمس. الخمس ما يجب الخمس في المقترض، الشيء الذي تقترضه ما يجب عليك ماذا؟ أن تخمس إلا إذا سددته، أما ما دام ما سددته ما يجب فيه الخمس. لكن الزكاة لا، حتى لو كان ماخذ بالقرض وما سددته، لأنه يصدق عليك أنك قد ملكت التمر، وإن كانت ذمتك مشغولة ولكن ملكك يعتبر هذا، هذا التمر يعتبر ملكك. ولهذا حتى المقترض ما يقدر يتصرف في هذا التمر اللي أقرضك إياه، ما يقدر خلاص، لأن انتقل من ملكه إلى وين؟ إلى ملكك. إذن بأي سبب كان الملك، هنا خلاص معناه ملكت ماذا؟ التمر. إذن الشرط الأول أن تملك تمرا متمكنا من التصرف فيه، يعني شنو؟ يعني تحت يدك. أما إذا كان هذا التمر مسروق أو محجور عليه أو ممنوع من التصرف، قالوا بعد ما يجب عليك أن تخرج الزكاة. هذا رأي مشهور الفقهاء. نعم السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، إذا أمكنك فيما بعد يجب عليك ماذا؟ أن تخرج الزكاة. هذا رأي خاص بالسيد السيستاني. أيضا الفقهاء اشترطوا أن يكون المالك ماذا؟ أن يكون عاقل، بالغا عاقلا، أن يكون المالك بالغا عاقلا. يعني إذا كان المالك صبي، قد تقول منين يملك؟ أفرض بالإرث، توفى أحد أقارب وحصل إرث وحصل تمر،
يجب عليه أن يخرج الزكاة أو لا؟ إذا كان صبيا، مشهور الفقهاء يقولون لا ما يجب عليه الزكاة، لكن السيد السيستاني يقول لا يجب عليه الزكاة. شلون؟ هو طفل. قال إيه، مو هو اللي يخاطب، يخاطب من؟ وليه، أبوه، أن يخرج شنه؟ الزكاة. مثل الخمس، المشهور الفقهاء أن أموال الطفل ما فيه خمس، لكن السيد السيستاني يقول لا، حتى الطفل في أموال الخمس، ولكن من الواجب عليه؟ وليه. ولهذا الولي إذا كان يقلد مثلا السيد الخوئي ما يجب عليه يطلع، لأن السيد الخوئي يقول لا يجب إخراج الخمس. لكن على من يبقى؟ يبقى على الطفل، إذا بلغ الطفل وجب عليه أن يخرج الخمس فيما بعد. وضعوا لك، إذن هذا رأي. أيضا قالوا أنه يشترط أن يكون عاقلا، هذا المشهور فقهاء، غير العاقل ما يجب عليه الزكاة. طبعا العاقل شنو؟ من يفقد الإدراك، سواء لخلل في عقله أو لمرض مثل أصابه بسبب الشيخوخة، مثل زهايمر. زهايمر مرض أصابه أخل شنو؟ عقله، خلاص هذا يعتبر غير عاقل، ما يجب فيه الزكاة، هذا المشهور الفقهاء. لكن السيد السيستاني قال لا، يجب عليه ماذا؟ الزكاة في هذا الحال، يعني يتعلق الزكاة. إذن هذه من الشروط، بقيت شروط إن شاء الله في الليلة القادمة.